يستعد النجم العالمي ستيفن سيغال والذي اشتهر بأدواره في أفلام الأكشن يستعد للمشاركة في بطولة فيلم مصري بعنوان المحترف إلى جانب الممثل نضال الشافعي. ونقل موقع أخبار اليوم المصري تأكيد منتج الفيلم مشاركة سيغال في الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً مجموعة من النجوم أمثال منة فضالي وإيهاب فهمي وأحمد تهامي، وينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن والتشويق ويتوقع أن يبدأ العمل على تصويره في الشهر القادم.